أعلنت وزارة الإنتاج الحربية الاستعداد بإنشاء مستشفى ميدانية من إنتاج مصنع 200 لدعم المصابين في الأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت الوزارة أن المستشفى الميداني يعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، مضيفا أن المستشفى الميداني يمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع ويشتمل على عدد كبير من الأقسام. هذه الإصابات تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة وإلى بعض العمليات المتقدمة، ونحن نعلم أن مستشفيات قطاع غزة لديها أعداد كبيرة جدا من الإصابات ولديها شح في المواد الطبية والمستلزمات الطبية، ولا يوجد حتى عمليات متقدمة لمثل هذه الإصابات، والآن يتم نقلهم إلى الجانب المصري، ومن ثم هنالك عمليات تقييم وربما يتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.